بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات، اسمحوا لي أن أرحب بكم مرة أخرى في المحاضرة المباشرة الأولى لمقرر تكنولوجيا المعلومات في الإدارة. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث في هذه المحاضرة عن المواضيع التالية: أولا، مفاهيم مهمة في نظم وتكنولوجيا المعلومات. ثانيا، فوائد نظم المعلومات الإدارية. ثالثا، معمارية تكنولوجيا المعلومات. رابعا، البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. خامسا، آثار تكنولوجيا المعلومات في الإدارة. وأخيرا، سوف نتحدث إن شاء الله عن مساهمة تكنولوجيا المعلومات في الإدارة. والآن خلينا نتذكر سوا اللي هو بعض المفاهيم اللي مرت عليكم في نظم المعلومات الإدارية واللي تم الدخول بتفاصيلها في ذلك المقرر. خلينا اليوم نتذكر سوا شو تعريف البيانات، شو تعريف المعلومات، شو تعريف المعرفة، وشو الرابط ما بين البيانات والمعرفة والمعلومات. قبل الدخول في تفصيلات نظم وتكنولوجيا المعلومات، لابد من التفريق بين بعض المصطلحات الواردة مثل البيانات، المعلومات والمعرفة، والتي يزيد استخدامها في مجال النظم والتكنولوجيا المختلفة، خاصة في نظم وتكنولوجيا المعلومات الإدارية. أيضا من المهم جدا أن نعرف الاختلافات بين هذه المفاهيم الثلاثة والعلاقات التي تربطها في المحور التنظيمي، إذ أن كل منظمة تمتلك سيناريوهات جوهرية تضمن من خلالها توافق البيانات والمعلومات والمعرفة. البيانات هي عبارة عن مواد خام وحقائق خام أولية ليست ذات قيمة بشكلها الأولي، ما لم تتحول إلى معلومات مفهومة ومفيدة، أو هي مجموعة من الحقائق والمشاهدات، قد تكون أرقام أو كلمات أو رموز أو حروف. ومن الأمثلة على البيانات كميات الإنتاج، حجم المبيعات، أسماء الطلبة، أعداد الطلبة، ويمكن أن تجمع عن طريق الملاحظة أو المشاهدة وتخزن بأسلوب معين، ويمكن أن تعبر عن حقائق حالية أو تاريخية أو مستقبلية. أيضا يمكن جمع البيانات من مصادر مختلفة، كما تحدثنا سابقا يمكن جمع البيانات من الكتب، من الموسوعة، من المجلات العلمية المنشورة وغير المنشورة، من الرسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه، من المواقع الإلكترونية، من البيانات الرسمية للمؤسسات الحكومية أو البيانات الخاصة بالمؤسسات الخاصة. مثال على المعلومات، مثال على البيانات، هذه الأرقام ماذا تمثل لنا؟ 4 6 10، هل هناك دلالة؟ هل هناك أي معنى تشير إليه هذه الأرقام؟ لا يوجد أي معنى، مجرد أرقام. أيضا هنا مجموعة من الأرقام ومجموعة من الكلمات بدون أي معنى، بدون أي قيمة ودون أي دلالة. المعلومات هي مجموعة من البيانات المنظمة والمنسقة، أو هي بيانات تمت معالجتها ثم تطبيقها وتحليلها وتنظيمها، أيضا تلخيصها بشكل يسمح باستخدامها والاستفادة منها، حيث أصبحت ذات معنى لمستخدميها. مثال على ذلك معلومات عن مبيعات الشركة موزعة حسب السنوات ونسب الأرباح والكلف. أيضا إن اتخاذ القرار الإداري يحتاج إلى أن تتحول البيانات إلى معلومات لمقابلة احتياجات متخذ القرار وتقليل حالة عدم التأكد، والتي تساعد على زيادة الترابط بين المنظمة وجمهورها. نشوف مثال على المعلومات. سابقا عرضنا عندنا 3 أرقام اللي هي 4 6 10، وقلنا إنه هي عبارة عن بيانات ما إلها أي معنى، ما إلها أي قيمة. طب الآن إذا تمت معالجة هاي المعلومات، هاي البيانات، ووضحها ضمن سياق معين، ممكن إنه نصل لدلالة معينة. مثلا 4 زائد 6 هي عبارة إنه عالجنا البيانات السابقة من خلال إنه وضعنا إشارة الزائد بيناتهم، وأصبحت نعرف إنه 10 هي دلالة على مجموع الرقم 4 زائد 6. أيضا عندنا مجموعة الأرقام السابقة عبارة عن بيانات خام، إذا وضعناها ضمن سياق معين، وهو إنه حطينا هاي الأرقام وحكينا إنه هي عبارة عن علامات امتحان قدموا مجموعة من الطلاب، فبالتالي بنقدر نعرف إنه عندنا مجموعة طلاب مكونين من 6 أشخاص، علامة الطالب الأول كانت عبارة عن 51، علامة الطالب الثاني كانت عبارة عن 77، الثالث 58، الرابع 82، الخامس 64، والسابع عبارة عن 70. طيب السادس، سوري،
الآن يا جماعة بنقدر نعرف من خلال هاي البيانات، لما عرفنا أنه هي عبارة عن علامات طلاب، أنه أدنى قيمة للطلاب كانت 51 وأعلى طالب حصل على علامة مقدارها 70. طيب بنقدر من خلال هاي البيانات والمعلومات ممكن أنه نحسب المعدل لهاي العلامات اللي هو 67. فبالتالي ممكن نشوف أنه أدنى طالب جاب 51 واللي هي بتعني أنه هو بعيد عن المعدل الحسابي للعلامات. أيضا قبل شوي حكينا أنه عندنا مجموعة من الكلمات يس يس نو يس نو. هلأ لو خليناها بنفس الشكل ما إلها أي معنى، لكن لو أجينا قلنا أنه السياق لهذه الكلمات هي عبارة عن إجابات لسؤال في بحث تسويقي. السؤال كان هل ستقوم بشراء هاتف جوال سيتم عرضه بمواصفات معينة بألف ريال أم لا؟ طيب الآن هون شو اللي بيصير عندنا؟ السياق حتى أنه نعطي دلالة على هاي البيانات رح نعرف أنه هذا مجموعة من الطلاب جاوبوا أنه الطالب الأول والطالب الثاني رح يشتري هذا الجوال، الطالب الثالث ما رح يشتري، الطالب الرابع رح يشتري وهكذا. فبالتالي هاي الكلمات اللي هي عبارة عن إجابة صار إلها إيش؟ صار إلها معنى، صار إلها قيمة، لأنه تم وضعها ضمن سياق معين. فبالتالي إذا بنحسب النسبة رح نكتشف أنه 70 من الطلاب أجابوا أنه نعم رح يقوموا بعملية شراء لهذا الجوال، و30% أجابوا أنه مش رحين يشتروا هذا الجوال. أيضا ما هي المعرفة؟ حكينا عن البيانات وحكينا عن المعلومات، الآن خلينا نحكي عن المعرفة. المعرفة عبارة عن معلومات تم تنظيمها ومعالجتها لتحويلها إلى خبرة أو معرفة مبتكرة لا تعرف شيء عنها من قبل، أو تصف شيئا يوسع من معرفنا السابقة أو يعدل منها، أو هي الحصيل النهائي لاستخدام المعلومات من قبل صناع القرار والمستخدمين الذين يحولون المعلومات إلى معرفة وعمل مثمر يخدمهم ويخدم مجتمعاتهم. فإنتاج منتج لأول مرة هذا عبارة عن مثال، أو ابتكار طريق جديد في التسويق أو الإنتاج يعبر عنه بالمعرفة. طيب إذا حكينا يا جماعة إنه عندنا البيانات يتم تجميعها من مصادر مختلفة، هاي المصادر ممكن تكون عبارة عن كتب، مجلات علمية، أبحاث علمية منشورة أو غير منشورة، المواقع الإلكترونية. هاي ممكن تكون على شكل رموز، ممكن تكون على شكل كلمات، ممكن تكون على شكل صور، لكن بتمتاز انه ما إلها دلالة معينة، ما إلها قيمة معينة ممكن نستفيد منها. حكينا انه بتم معالجة هاي البيانات ضمن سياق معين لتتحول الى معلومات ذو قيمة. طيب فبالتالي بعد معالجة البيانات راح تتحول هذه البيانات الى معلومات. المعلومات عندما يكتسب الشخص المزيد من هذه المعلومات راح يزداد عنده اللي هو كمية المعرفة. طيب مثل ما حكينا انه البيانات يتم تجميعها من مصادر مختلفة اللي هي حقائق، ممكن تكون رموز، ممكن مفاهيم، ممكن ارقام. هذه البيانات راح تكون عبارة عن مدخلات. اذا بتتذكر في المحاضرة السابقة حكينا انه كل نظام راح يكون فيه له مجموعة من المدخلات، راح يكون فيه له معالج معين كويس، وراح يكون في له مخرجات. هلا هاي البيانات راح تكون عبارة عن مدخلات لنظام معين، داخل النظام المعين راح يتم معالجة البيانات ضمن سياق معين حتى تصبح هاي البيانات ذو قيمة أو ذو معنى، ومن ثم سوف تتحول هذه البيانات إلى معلومات يمكن الاستفادة منها من قبل الأشخاص المختلفين. طيب حكينا إنه المعلومات، طب إيش ممكن نعمل في المعلومات؟ ممكن نعمل تحليل من خلال المعلومات، ممكن نعمل تصنيف، ممكن نعمل استخلاص، ممكن نعمل تكشير. طيب يا ترى هاي الأربع عمليات كيف ممكن إنه نعملها في المؤسسة الإدارية أو في شركة معينة؟ من خلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات اللي من خلالها ممكن نعمل بث، ممكن نعمل استرجاع، ممكن نعمل إرسال داخل الشركات أو من شركة لشركة أخرى من خلال الشبكات المختلفة. ولاحقا إن شاء الله سوف نتحدث عن شبكات الإنترنت، سوف نتحدث عن شبكات الإكسترانت. ما هو الفرق بين شبكة الإنترنت وشبكة الإكسترانت والإنترنت؟ سوف نتحدث عنه في الملاحقة في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله. إذا هون حكينا يا جماعة إنه من المعلومات ممكن أعمل عملية تحليل، ممكن أعمل عملية تصنيف لهاي المعلومات، ممكن أعمل عملية استخلاص لبيانات أنا ببحث عنها، ممكن أعمل عملية تكشيف لمعلومات معينة. طيب كيف ممكن أعملها؟ قلنا من خلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات اللي من خلالها ممكن أعمل عملية بث، ممكن أعمل عملية استرجاع، ممكن أعمل عملية إرسال. الآن سوف نتحدث عن المصادر الرئيسية للأخطاء والتحيز في المعلومات.
يمكن تحديد المصادر الرئيسية للأخطاء والتحيز في المعلومات على النحو الآتي: أولا، استخدام طرق غير سليمة في القياس أو جمع البيانات. أعطيكم مثال على هذه النقطة. خلينا الآن نقول أنه إحنا في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الآن عندنا في مشروع علمي قائم. المشروع العلمي القائم هذا يهدف إلى تطوير أدوات التعلم عن بعد، كويس؟ فبالتالي لما بدي أقيس جودة أدوات التعلم عن بعد، المفروض أني أنا أجمع البيانات من الطلاب اللي هم بدرسوا التعليم عن بعد. فبالتالي ما بصير أن أعمل الاستبيان ووزعه على طلاب انتظام وأقولهم تعالوا يا جماعة قولوا لي شو رأيكم بأدوات التعلم عن بعد. فبالتالي هون رح يصير في عندي استخدام طرق غير سليمة في القياس أو جمع البيانات. النقطة الثانية هي الاعتماد على مصادر غير دقيقة للبيانات. النقطة الثالثة عدم استخدام طرق سليمة أو دقيقة في تشغيل البيانات. رابعا، أخطاء في التشغيل نتيجة السهو أو الإهمال. خامسا، عدم استخدام أساليب تحليل دقيقة. سادسا، أخطاء أثناء الحفظ أو التخزين للبيانات. سابعا، تحريف في البيانات للوصول إلى معلومات تهدف إلى تحقيق أغراض معينة. أيضا، كيف يمكننا التقليل من المشكلات الناتجة عن الخطأ والتحيز في المعلومات؟ وذلك من خلال الآتي: أولا، استخدام وسائل دقيقة في جمع البيانات. ثانيا، الاعتماد على مصادر للبيانات موثوق منها ودقيقة. ثالثا، استخدام نظم دقيقة للمراجعة لاكتشاف أخطاء التسجيل والحفظ. رابعا، تدريب القائمين على جمع وتسجيل وتحليل البيانات، وهي عملية مهمة جدا ورح نتحدث عنها بعد كم من سلايد إن شاء الله. خامسا، وضع معايير ثقة في المعلومات. سادسا، تدريب المستخدمين للمعلومات على أساليب استعمالها ومعالجتها. طيب، في المحاضرة السابقة تحدثنا ما هو الفرق بين نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، وحكينا أنه يستخدم مصطلح ومفهوم تكنولوجيا المعلومات بصورة مترادفة مع نظم المعلومات، ولهذا نجد في أدب المعلوماتية أن البعض يستخدم مصطلح تكنولوجيا المعلومات للدلالة على نظم المعلومات، وبالتالي يحدث خلط بين المصطلحين، وهذا خطأ يا جماعة. حكينا أنه نظم المعلومات مجموعة من العناصر المتداخلة المتفاعلة المتكاملة. طيب، شو الهدف من هذا التفاعل؟ شو الهدف من هذا التكامل؟ شو الهدف من هذا التداخل اللي هو جمع أو استرجاع البيانات؟ طيب يا ترى، أنا دائما عندي بصير في عندي جمع للبيانات؟ لا، إذا أنا بجمع البيانات لأول مرة رح يكون في عندي جمع للبيانات، لكن إذا البيانات سبق وإنها جمعت وعولجت وخزنت فإحنا بنعملها عملية استرجاع. طيب، الآن قلنا أنه إحنا بنجمع البيانات مثل ما حدثنا سابقا من المصادر المختلفة. طيب، الآن بعد ما يتم تجميع البيانات، حكينا حتى يصير بيانات إلها معنى إلها قيمة لازم أنه نعالجها ضمن سياق معين. بعد عملية المعالجة لهذه البيانات، طبعا في عنا ممكن نستخدم تكنيك معين، ممكن نستخدم خوارزمية معينة، ممكن نستخدم معادلات حسابية لمعالجة هذه البيانات، رح نتحدث عنه لاحقا في المحاضرات القادمة إن شاء الله. طيب، خلينا نحكي أنه إحنا عالجنا البيانات، شو راح يصير عندنا؟ راح يتم تخزين هاي البيانات. طب شو الهدف من التخزين؟ اللي هو استرجاع البيانات عند الحاجة. طيب، إذا حكينا ممكن نعمل تخزين، ممكن نعمل استرجاع للبيانات. طيب، إذا الهدف من البيانات اللي جمعناها أو خزناها إنه إحنا نقدر نسترجعها ونستفيد منها بإصدار قرارات قرارات إدارية صحيحة ومناسبة تحقق أهداف المنظمة. طيب، الآن يا جماعة خلينا نعرف مفهوم نظم المعلومات الإدارية مرة أخرى. يشير مفهوم نظم المعلومات الإدارية إلى ذلك الحقل النظري والعمل المشتق من روافد متنوعة من تخصصات الحاسوب، أيضا تكنولوجيا المعلومات، الإدارة، التنظيم، الاقتصاد، والعلوم الكمية والسلوكية، والذي يمثل ناتج التكامل والتزاوج ما بين تكنولوجيا المعلومات ونظرية الإدارة والأعمال. وبالتالي فإن كل نظام معلومات محوسب أو يستند على الحاسوب يتم تصميمه وتطويره لدعم أنشطة وعمليات الإدارة والمنظمات، فإنه يقع ضمن مظلة نظم المعلومات الإدارية. لكن أيضا من ناحية أخرى، ليس كل نظام معلومات يستند على أدوات تكنولوجيا المعلومات من نظام حاسوب، شبكات، قواعد بيانات يمكن استخدامه لدعم عمليات وأنشطة الإدارة في منظمات الأعمال، لأنه ممكن يكون هي عبارة عن تكنولوجيا تستخدم لأغراض أخرى. في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله رح نستعرض بعض أنواع هذه التقنيات أو التكنولوجيا.
طيب، تقدم نظم المعلومات الإدارية العديد من الفوائد لمتخذي القرار، كما تساعد العاملين في المنظمة على أداء وظائفهم. ومن أهم الفوائد التي يمكن أن تقدمها نظم المعلومات الإدارية، أولا تقديم المعلومات إلى المستويات الإدارية المختلفة لمساعدتها في اتخاذ القرار. ثانيا تقديم المعلومات لجميع العاملين لمساعدتهم في إداء أنشطتهم الوظيفية. ثالثا المساعدة في تقييم أنشطة المنظمة وإجراء عملية الرقابة. رابعا مساعدة المدراء على التنبؤ بالمستقبل بالنسبة لجميع أنشطة المنظم. خامسا تحديد قنوات الاتصال الأفقية والعمودية بين الوحدات الإدارية المختلفة لتسهيل عملية استرجاع البيانات. سادسا حفظ البيانات لغرض إتاحتها عند الحاجة لمستخدمها، وهذا طبعا بتم من خلال التقنيات المختلفة، ورح نستعرض بعض الأنواع في المحاضرات القادمة إن شاء الله. طيب، إذا سابقا تحدثنا عن الفرق بين نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، حكينا عن مفهوم نظم المعلومات، الآن خلينا نتحدث عن مفهوم تكنولوجيا المعلومات. مفهوم تكنولوجيا المعلومات، كل أنماط التوليف المستخدمة على نطاق واسع في أنشطة معالجة وتخزين البيانات واسترجاع وعرض المعلومات بأشكالها المختلفة. هاي الأشكال ممكن تكون عندنا نصوص، ممكن أرقام، ممكن صور، ممكن أفلام، ممكن وسائط رقمية، ممكن وسائط متعددة، ممكن وسائط رقمية متعددة ومجالات تطبيقها المختلفة. أيضا يلاحظ أن هناك أكثر من منظور لتكنولوجيا المعلومات. أولا خلينا نستعرض المنظور الجزئي لتكنولوجيا المعلومات، والذي يشير إلى البعد التكنولوجي لنظم المعلومات، ويعتبر تكنولوجيا المعلومات مجرد نظام فرعي ضمن نظم المعلومات بما في ذلك نظم المعلومات الإدارية. إذا المنظور الجزئي يعتبر تكنولوجيا المعلومات مجرد نظام فرعي ضمن نظم المعلومات، أما المنظور الكلي يرى في تكنولوجيا المعلومات مظلة واسعة تشكل كلا من نظم المعلومات وتقنيات معالجة البيانات والاتصالات. إذا الفرق بيناتهم واضح يا جماعة، المنظور الجزئي يرى أن تكنولوجيا المعلومات هي عبارة عن جزء من نظم المعلومات، أما المنظور الكلي يرى في تكنولوجيا المعلومات مظلة واسعة تشكل كلا من نظم المعلومات وتقنيات معالجة البيانات والاتصالات. طيب، المقصود بتكنولوجيا المعلومات هو جميع الوسائل والأدوات التي تستخدم جهاز الحاسوب في عملها، حيث يقوم الأشخاص باستخدامها مع البيانات والمعلومات. إذن التكنولوجيا بدون بيانات ومعلومات ما بنقدر نستخدمها يا جماعة لتنفيذ جميع المهام المرتبطة بمعالجة المعلومات داخل الشركة أو المؤسسات. ويتمثل ذلك في تكنولوجيا الاتصالات بعناصرها المختلفة، واللي ممكن تكون فاكس، التلفزيون، الراديو، الفيديو تاكس، واستخدام الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات ومراصد المعلومات وشبكات الانترنت والمؤتمرات عن بعد واستخدام القمر الصناعي والبريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال. ويقصد بتكنولوجيا المعلومات هنا مجموعة المجالات المعرفية من علمية وتقنية وهندسية وإنسانية واجتماعية والإجراءات الإدارية والتقنيات المختلفة المستخدمة والجهود البشرية المبذولة في جمع المعلومات المختلفة وتخزينها ومعالجتها ونقلها وبثها واسترجاعها مما ينشئ تفاعلات بين هذه التقنيات والمعارف والإنسان المتعامل معها بكافة حواسه وإدراكه. إذن من هنا يمكن صياغة تعريف تكنولوجيا المعلومات على أنها التقنيات الإلكترونية والرقمية التي تستخدم في تخزين ومعالجة. إذن ممكن يكون في عنا تقنيات خاصة تخزين المعلومات، ممكن يكون في عنا تقنيات معينة خاصة بمعالجة البيانات، ممكن يكون في عنا تقنيات خاصة بس مشان ننقل المعلومات من مكان إلى آخر. مش قلنا إنه في عنا اللي هي بالنظام المفتوح. خلينا شوي هنا نوقف عن تكنولوجيا المعلومات ونرجع نتذكر سواء اللي هي أنواع النظم. قلنا في عنا النظام المفتوح، قلنا في عنا النظام المغلق، وقلنا إنه في عنا النظام شبه المغلق. حكينا إنه النظام المفتوح له عناصر اثنين اللي هي الفاريبل والشانل، اللي هي القنوات والفاريبل. الفاريبل قلنا هي عبارة عن المدخلات للنظام، وقلنا اللي هي القنوات اللي هي عبارة عن الممرات اللي بتم من خلالها نقل البيانات من وإلى. إذا بكون في عنا نقطتين، نقطة مرسل ونقطة مستقبل، وبيناتهم بيصير تبادل البيانات والمعلومات. إذا خلينا نرجع هون، يمكن صياغة تعريف تكنولوجيا المعلومات على أنها التقنيات الإلكترونية والرقمية التي تستخدم في تخزين
في معالجة، في تناقل وبث نتائج عمليات تحليل وتصنيف واستخلاص المعلومات وتوجيه الإفادة منها من قبل المستفيدين بأيسر السبل مع ضمان محصلات السرعة والدقة. طبعا محصلات السرعة والدقة هي من خصائص تكنولوجيا المعلومات أو تقنيات تكنولوجيا المعلومات. طيب الآن خلينا نتحدث سويا عن معمارية تكنولوجيا المعلومات. تكنولوجيا المعلومات عبارة عن مخطط توضيحي وتفصيلي عالي المستوى لأصول المعلومات، وتحدد السياسي هذا المخطط شو بحدد السياسي العام والأهداف المرجوة والخطط المستقبلية في المؤسسات المختلفة. أيضا هذا المخطط يوضح كل المعايير لتكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات والشركات وكيفية ترابطها وعملها مع بعضها البعض. مثال على ذلك، هذا المخطط يشبه المخطط الهندسي للبيت، فذلك المخطط الهندسي اللي هو المخطط الورقي يوضح كافة التفاصيل، بوضح لنا كافة التفاصيل العامة والدقيقة للبيت قبل بنائه. أيضا ما المقصود بالبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات؟ يقصد بالبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات المكونات المادية والبرمجية والتسهيلات والخدمات المختلفة والإدارة التي تنظم وتحدد الوظائف المختلفة والتي تقوم بتحديدها معمارية تكنولوجيا المعلومات والتي تتكون من. حكينا المعدات اللي هي الهاردوير، البرمجيات. المعدات ممكن تكون أجهزة الحاسب المحمول، أجهزة الحاسب الثابت، ممكن تكون الشاشة، ممكن يكون الكيبورد، ممكن الكاميرا، أي شيء ممكن أن يكون إيش ملموس. بينما البرمجيات قلنا أنه هي البرامج اللي ممكن أنه إحنا نستخدمها من خلال الحاسوب، مثلا مثل الويندوز، مثل الأوفيس، أي شيء ممكن نعمله تثبيت أو نستليشن على جهاز الحاسب فهو عبارة عن إيش، عن برمجيات. أيضا حكينا عن الشبكات بنوعيها السلكي واللاسلكي. أيضا إدارة البيانات، وقلنا أنه في عندنا تكنولوجيا مخصصة لإدارة وتنظيم البيانات ورح نتحدث عنها في المحاضرات القادمة إن شاء الله. الأمن والحماية، أيضا في عندنا تكنولوجيا بس حتى أنه إحنا يكون في عندنا حماية سيكوريتي لنظم المعلومات الإدارية الخاص بشركة معينة. تطوير النظم ورح نحكي عنه في المحاضرات السابقة إن شاء الله، في المحاضرات اللاحقة إن شاء الله. طيب الجوانب الأساسية لاستثمار تكنولوجيا المعلومات في تطور وقوة الإدارة. يمكن تلخيص الجوانب الأساسية لاستثمار تكنولوجيا المعلومات في تطور وقوة الإدارة بميلي. أولا السرعة والفعالية والمرونة في اتخاذ القرار بفعل تقنيات المعالجة السريعة والنقل السريع، واللي من خلال هاي التقنيات أنا ممكن يصير في عندي استرجاع سريع للبيانات اللي أنا ببحث عنها، واني ممكن اعالجها باستخدام تقنية مناسبة، ومن خلال هذه التقنية ممكن اعالج البيانات بالطريقة الممكن تساهم اني اتخذ القرار الصحيح. ثانيا القوة الهائلة لتقنيات المعلومات في اعداد التقارير ومعالجة كم هائل في زمن قياسي مما يساعد في اتخاذ القرار. ثالثا بناء بنك للمعلومات الادارية يعطي حياة وديناميكية لاستثمار هذه المعلومات في تطوير بنية الادارة. رابعا خروج الإدارة من واقع التشتت وبطء الحركة وعشوائية الكادر البشري الواسع إلى الديناميكية والمعرفة. خامسا تقنيات المعلومات هي التي تسهل علينا قراءة مؤشرات ومؤثرات السوق العالمي اللحظية. طيب الآن خلينا نحكي عن آثار تكنولوجيا المعلومات في الإدارة. أولا المساعدة في تخفيض حجم الجهاز الإداري واختصار نفقاته، توزيع قدرة الإدارة العليا على التخطيط والرقابة والسماح بدرجة أكبر من اللامركزية وتوفيض السلطة. ثالثا توسيع وتنمية وتنشيط قنوات الاتصال وابتكار أساليب جديدة في الاتصالات. رابعا المساعدة على تركيز الإدارة في المهام الاستراتيجية والتخفيف من الأعباء الروتينية. خامسا المساعدة على سرعة التأقلم والتكييف وعلم التغييرات نتيجة سرعة العلم بها. سادسا المساعدة على تطوير وسائل الإنتاج واستحداث المنتجات الجديدة وتحديث أساليب التسويق. طيب مساهمة تكنولوجيا المعلومات في الإدارة، تساهم تكنولوجيا المعلومات في أولا حكينا عنها سابقا اللي هي إداء عمليات متعددة بسرعة فائقة وبدقة متناهية، تخزين واسترجاع ونقل كميات من المعلومات بأسهل الطرق، توفير حاجة المستخدمين حيث أنها تزيد من مقدار معدل الأعمال، دقة وتكامل الملفات وتنسيق المداخل المتعددة للبيانات وإعادة صياغتها. خامسا زيادة فعالية القوى المهنية والإدارية وترشيد عملية اتخاذ القرار.
ما هي معوقات استخدام تكنولوجيا المعلومات؟ يصعب إلى حد كبير التنبؤ بمعدلات التغيير في خدمات المعلومات التي ستحدث بمراكز المعلومات والمؤسسات نتيجة لإدخال تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، حيث يمكن تحديد بعض المعوقات التي تؤثر على انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، ومن بينها ما يلي: أولاً، المحددات الفنية. المحددات الفنية كيف؟ هناك بعض التكنولوجيا حتى انه احنا نقدر نستخدمها لازم نستخدم بعض الأنظمة اللي ممكن انها تكون كومباتبل إلها، يعني ممكن انها تكون قابلة للتعامل مع هذا النوع من التكنولوجيا. فبالتالي إذا هذه الأنظمة مش موجودة احنا ما راح نستخدم هذا النوع من التقنية أو من التكنولوجيا. المحددات الاقتصادية، وهذا الاشي بتعاني منه معظم الشركات والمؤسسات الإدارية. كيف؟ انه بعض التكنولوجيا ممكن تساهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة، لكن لغلاء والتكلفة المرتفعة لهاي التقنية أو التكنولوجيا بعض الشركات ما بتقدر تحصل عليها. أيضا القيود على حقوق الملكية. أحيانا لما بدي أشتري أنا، لما بدي أستخدم أي نوع تكنولوجيا المفروض أني أحصل عليها من اللي أنشأ هاي التكنولوجيا، فبالتالي أنا ممكن أحصل عليها من أماكن أخرى وبأسعار مختلفة، لكن أنا ما بقدر أستخدمها إلا بيرميشن، تصريح من الشخص اللي أنشأ هذه التكنولوجيا أو هذه التقنية. رابعا التشريعات الحكومية. أحيانا لما بدي أستخدم بعض التقنيات أو بعض التكنولوجيا الحديثة أنا بحاجة إلى تصريح من المنظمات الأمنية أو تشريع معين لاستخدامها. خامسا الاتجاهات الشخصية التقليدية. سادسا التعليم والتدريب غير المنتشر. طيب التعليم والتدريب غير المنتشر هذه نقطة مهمة جدا يا جماعة، لأنه مثلا إذا نيجي نحكي هون على مستوى السعودية، في كثير من التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا المتطورة اللي موجودة في كثير من الشركات، لكن للأسف ما فيش أشخاص عنده خبرة كيف ممكن يتعامل مع هاي التكنولوجيا وكيف ممكن إنه يستفيد منها على أكمل وجه. سابعا العولمة، وتشمل الإدارة والرقابة في السوق العالمي المنافسة في الأسواق. طيب هذا الشكل يوضح الهرم، يوضح ايش؟ يوضح التموضع المنطقي للتقنيات المختلفة لذكاء الأعمال وفقا لقيمتها الكامنة باعتبارها أساس لقرارات الأعمال الاستراتيجية والتكتيكية. طيب نشوف كيف. أولا يا جماعة لما يكون في عندي شكل هرمي، إما أنه احنا بنتحرك من أعلى لأسفل أو من أسفل لأعلى، لكن في هذا الهرم بنلاحظ أنه الحركة من أسفل الهرم إلى أعلى، وأنه كل ما اتجهنا للأعلى كل ما احنا صار في عنا إمكانية متزايدة لدعم القرار. طيب أول شيء اللي هي القاعدة لهذا الهرم اللي هي مصادر المعطيات أو البيانات، وقلنا إنه البيانات يمكن تجميعها من المصادر المختلفة، ممكن تكون رموز أشكال بيانات، ممكن تجميعها من عدة مصادر، وحكينا إنه هاي البيانات حتى بعد تجميعها ممكن ما يكونش إلها معنى، ممكن ما يكونش إلها قيمة إلا بس يتم إيش معالجتها ضمن سياق معين حتى تصبح إلها قيمة أو معنى معين. قلنا بعد معالجة البيانات راح يتم تخزينها في الداتا ويرهاوس أو قاعدة البيانات. طب إيش الداتا ويرهاوس يا جماعة؟ الداتا ويرهاوس هي عبارة عن مخزون ضخم من البيانات، ومن خصائص الداتا ويرهاوس اللي هي دائمة تاريخية متكاملة، يعني إنه إحنا الداتا ويرهاوس ما بنجمعها بيوم وليلة، ممكن على مر السنوات حتى يصير في عنا إيش داتا ويرهاوس مخزون ضخم من البيانات تاريخي، انه احنا ممكن كل يوم نغير عليها، ممكن نعمل معالجة مختلفة للبيانات اللي داخلها وممكن تتغير هاي ايش البيانات، ممكن يتغير الشكل اللي بتم فيه تنظيم وتخزين البيانات داخل الداتا ويرهاوس. طيب الان اذا انا احتجت بيانات معينة، اذا انا احتجت بيانات معينة للمشروع المفروض اني اقدر استرجع هذه البيانات من الداتا ويرهاوس من خلال اشي بسموه اللي هو استكشاف المعطيات او البيانات، داتا اكسبلوريشن. طيب المرحلة اللي هي بعد اكتشاف المعطيات أو البيانات اللي هي التنقيب في المعطيات، وحكينا إنه في عنا عدة وسائل ممكن نعمل فيها التنقيب. طب إيش التنقيب؟ اللي هو استخلاص البيانات أو استخلاص المعرفة المخبأة داخل هاي البيانات. ممكن نستخدم الخوارزميات الذكية واللي أصبح انتشارها كبير جدا في المؤسسات الإدارية أو الشركات، وممكن إنه إحنا نستخدم اللي هي المعادلات الإحصائية، وممكن نستخدم الطرق التقليدية أو الكلاسيك، بس كل طريقة إلها إيش خصائصها وفوائدها. طيب بعد ما يتم اختيار التقنية المناسبة للتنقيب داخل المعطيات ويتم الحصول على البيانات المخبأة، بيصير في عنا اللي هو عرض المعطيات أو البيانات أو المعرفة اللي تم استخلاصها من خلال إيش محلل الأعمال، واللي من خلالها ممكن يساعد متخذي القرار على اتخاذ القرارات المناسبة.
حكينا اللي هو عن آثار تكنولوجيا المعلومات وشو الفرق ما بين نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، حكينا عن معمارية تكنولوجيا المعلومات والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. طيب خلينا نستعرض بعض الأمور اللي خدناها في المحاضرة السابقة بشكل سريع على أساس بس نفتح الحوار إن شاء الله، أي واحد عنده استفسار ممكن إني أجاوبه. طيب حكينا عن تحليل مفهوم النظم المعلومات، وحكينا انه ينتج من عملية معالجة البيانات قيمة مضافة تتصف باتساق المعنى والدقة. قبل شوي كنا نقول انه البيانات لازم انه احنا ايش نعملها عملية معالجة. طب ايش الهدف من المعالجة اللي هي ممكن نضيف للبيانات قيمة مضافة تتصف باتساق المعنى والدقة وجودة المعطيات التي تقود المستفيد الى فهم الظاهرة او المشكلة. وحكينا بمعنى آخر تشكل نظم المعلومات التوليف المنظمة والمتكامل الموارد الجوهرية التالية. وحكينا ممكن تتكون من الموارد الإنسانية، عتاد الحاسوب، برامج الحاسوب، شبكات الحاسوب والبيانات. أيضا حكينا عن الفرق بين نظم المعلومات والتكنولوجيا المعلومات. أيضا حكينا عن تعريف نظم المعلومات الإدارية وشرحنا هذه الرسمة، وحكينا عن إشي مهم جدا لازم أنه دائما نتذكره عن اللي هي تصنيف النظم، وقلنا أنه تصنف إلى النظام المفتوح والنظام المغلق والنظام شبه المغلق. النظام المفتوح هو النظام الذي يتفاعل مع البيئة المحيطة بحيث يتأثر ويؤثر بها ويكون له علاقة مستمرة معها مثل نظام الجامعة. أيضا النظام المفتوح هو النظام الذي يكون له علاقات مستمرة وفعالة مع بيئته ويؤثر بها، ويعتبر وجود أي نظام مفتوح معتمد بشكل رئيسي على العلاقات المتبادلة بينه وبين بيئته، فهو يحتاج بعض المدخلات من البيئة ليقوى بها على الاستمرار ويعطي بعض المنتجات إلى بيئته كنتيجة للعمليات التي يقوم بها. حكينا انه الانسان والحاسب الالي ايضا عبارة عن يعني مثالين على النظم المفتوحة التي تتبادل علاقات مستمرة بين كل منهما وبيئته. طيب هاي عبارة عن شكل بوضح لنا النظام المفتوح. قلنا انه هذا عبارة عن النظام المفتوح، في عندنا مدخلات معرفة ومدخلات غير معرفة. طيب لما يكون في عندنا مدخلات معرفة ومدخلات غير معرفة، هذا النظام ممكن يكون عرضة للاضطراب. ليش؟ لانه احيانا بيدخل بيانات، البيانات هاي بيانات مش مفهومة، فحتى يتم معالجتها راح تعمل نوع من الاضطراب داخل هذا النظام. بس نعملها معالجة ويتم معالجتها ضمن سياق معين ويصير لها قيمة ومعنى راح ينتهي هذا الاضطراب، فبالتالي ممكن نحصل على مخرجات معروفة. طيب حكينا سابقا انه هذا النظام بيحتوي على مقومين رئيسيين هما المتغيرات والقنوات. قلنا المتغيرات عبارة عن مدخلات يقوم النظام باستقبالها ويعالجها ليعطي المخرجات، والقنوات قلنا عبارة عن ممر في اتجاهين يعمل على ربط المدخلات والمخرجات المنقولة بين نقطتين اللي هم المرسل والمستقبل، حيث تمر عبرها حركة تفاعل النظام مع عناصره. أيضا النظام المغلق وهو النظام المفصول عن البيئة المحيطة بحيث لا يتأثر ولا يؤثر بها، وهو قليل واستثناء الوجود. حكينا مثال على النظام المغلق اللي هي التفاعلات الكيماوية المعزولة والأنظمة النووية، وهي بتكون عبارة عن دراسات نظرية. طيب النظام شبه المغلق وهو النظام الذي لا يتفاعل مع بيئته جزئيا أو نسبيا، وحكينا مثال إنه الساعة إحنا بنلبسها بشكل يومي وبنستخدمها بشكل يومي لكن ما إن عليها أي تأثير. هلا هاي الساعة احنا بنستخدمها بالشكل المعتاد لحتى ما يصير فيها عطل، بحاجة انه ايش نقوم باصلاحها، فبالتالي بيصير فيه تأثير من البيئة الخارجية. طيب برضو بنفس الوقت اذا انتهت طاقة البطارية ممكن انه احنا نغير الساعة، ممكن انه احنا نغير البطارية، او ممكن انه احنا نشوف الخلل اللي موجود فيها. ايضا حكينا عن مفهوم تكنولوجيا المعلومات، وحكينا عن المنظور الجزئي والمنظور الكلي لتكنولوجيا المعلومات، وحكينا ما هو المقصود بتكنولوجيا المعلومات أيضا، والمبادئ الأساسية لنظرية النظم العامة، واللي قلنا أنه توجد منظومة من المبادئ الأساسية التي تشكل نسيجا مشتركا لنظرية النظم العامة. وقلنا من أهمها أولا النظم الفرعية، ثانيا ثالثا الاتساق، ثالثا الكلية والشمول، رابعا خامسا التكييف، سادسا المدخلات والعمليات والمخرجات. وقلنا انه لكل نظام هناك مدخلات وفي عنا عمليات بيصير عمليات معالج وبيصير في عنا مخرجات لهذا النظام. حكينا عن التغذية العكسية واهمية التغذية العكسية
في تعزيز الرقابة على النظام الإداري وتعزيز الإنتاجية واتخاذ القرارات الصحيحة ومعالجة الأخطاء السابقة. أيضا إن عملية ضبط النظام وجودته تقتضي الرقابة على جميع عناصر النظام، ويعبر عنها بالتغذية العكسية، وهي عبارة عن ردود الأفعال السلبية أو الإيجابية عن مخرجات النظام. أيضا يمكن التأكد من جودة مخرجات النظام من خلال مقارنة المخرجات بمعايير محددة مسبقا للأداء، ثم تغذية النظام بنتائج هذه المقارنة. وحكينا أن الهدف من عملية التغذية العكسية هو الحفاظ على مستوى أداء النظام ومعالجة الانحرافات، مما يساهم في وصول النظام إلى حالة من التوازن والاستقرار. هذا الشكل بوضح لنا التغذية العكسية، اللي هي ممكن بعد ما نشوف المخرجات اللي عندنا ممكن نكتشف أنه إذا عالجناها باستخدام تقنية مختلفة أو باستخدام تكنيك معين، خوارزمي معين، ممكن نحصل على نتائج أفضل، أو ممكن نعيد عملية المعالجة إذا حسينا أنه في عندنا خطأ في المخرجات. حكينا برضو عن حدود النظام، وقلنا للنظم حدود وهمية أو افتراضية أو تنظيمية ولكنها غير مادية في معظم الأحيان، تفصل النظام عن البيئة الخارجية أو بتفصل النظام عن غيره من النظم. حكينا عن الوسط البيني للنظام، أيضا حكينا عن هرمية النظم، وهذا الشكل بوضحنا. الآن يا جماعة لو أجينا نعطي مثال على السيستم أبروش، يعني عن نظام، لو أجينا أعطينا مثال على الجامعة. الجامعة ككل ممكن نعتبرها هي النظام الأكبر أو نظام كبير جدا. طيب الجامعة داخلها ايش بتحتوي؟ بتحتوي على أنظمة فرعية. هاي الأنظمة الفرعية ممكن تكون ممثلة بالكليات المختلفة، مظبوط ولا لا؟ فبالتالي ممكن يكون عندنا عدة أنظمة فرعية بنمثلها بالكليات المختلفة. مثلا لو أجينا أخذنا في عندنا كلية الهندسة، في عندنا كلية الإدارة، في عندنا كلية الدراسات التطبيقية خدمة المجتمع، في عندنا كلية الطب، طب الأسنان، في عندنا التصميم، فبالتالي عندنا مجموعة من الأنظمة الفرعية داخل نظام ايش؟ داخل الجامعة. طيب هاي الأنظمة الفرعية بتحتوي على أنظمة فرعية أصغر. لو أجينا أخذنا اللي هو كلية الدراسات التطبيقية خدمة المجتمع، عبارة أنه نظام فرعي بيحتوي على أنظمة فرعية أصغر. مثلا لو قلنا أنه ممكن نمثلها بالأقسام المختلفة، مثل قسم التسويق، قسم المالية والمصرفية، قسم الإدارة، قسم اللاماياس، نظم المعلومات الإدارية. طيب داخل هاي الأنظمة الفرعية الأصغر شو ممكن تحتوي؟ ممكن تحتوي على عناصر أصغر، ومن ثم ممكن تحتوي على عناصر أصغر. طيب هاي العناصر كلها والأنظمة الفرعية كلها بتتكامل وبتترابط مع بعضها البعض لتحقيق هدف معين. طيب الجامعة النظام كامل، هل ممكن أن يكون عبارة عن نظام فرعي ضمن نظام أكبر؟ نعم، ممكن تكون الجامعة الدمام عبارة عن نظام فرعي في نظام وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي. طيب الآن حكينا برضو عن دورة حياة النظام، وحكينا عن التوازن للنظام، وحكينا عن العوامل المؤثرة والمحفزة في تطوير نظم المعلومات، ومنها اللي هي انبثاق ثورة المعلومات والمعرفة، وحكينا عن تكنولوجيا الانترنت والشبكات، وحكينا انه في المحاضرات القادمة ان شاء الله رح نحكي عن الانترنت، ورح نحكي عن الانترنت، ورح نحكي عن الاكسترنت، واستخدام كل واحد من هذه الشبكات من هذه التكنولوجيا، ومين هو المستفيد اللي ممكن يستخدم هذه التكنولوجيا. طيب وحكينا عن انبثاق نماذج الأعمال الإلكترونية، وحكينا أنه في عنا عدة نماذج، من أهمها نماذج الموزع المرتكز، وحكينا عن نماذج مداخل بوابات الويب، حكينا عن نماذج المنتج، وحكينا عن نماذج مجهزو البنية التحتية، وحكينا برضو من العوامل المؤثرة والمحفزة في تطوير نظم المعلومات اللي هي العولمة، وحكينا أيضا تسارع التغيير النوعي والكمي في بيئة الأعمال، وحكينا أيضا أنه تساهم نظم المعلومات في تمكين منظمات الأعمال من تحقيق ميزة تنافسية مؤكدة طالما نجحت في إدارة موارد نظم المعلومات بكفاءة وفعالية، واختيار التكنولوجيا المناسبة سواء لجمع البيانات أو لمعالجة البيانات أو لتخزين البيانات أو لاسترجاع البيانات أو لتوزيع البيانات. فبالتالي عندنا تكنولوجيا ممكن أنه نجمع من خلالها البيانات، عندنا تكنولوجيا أو تقنية ممكن أنه نعالج من خلالها البيانات، عندنا تقنية ممكن أنه إحنا نخزن من خلالها البيانات وننظمها داخل قواعد البيانات أو داخل Data Warehouse، أو عندنا تقنية ممكن نعمل من خلالها استرجاع للبيانات من قاعدة البيانات، أو ممكن في عندنا تقنيات مختلفة أو تكنولوجيا مختلفة حتى نوزع البيانات اللي تم استخلاصها على الأقسام المختلفة الموجودة عندنا في المؤسسات أو في الشركات.